في مبادرة امتدت لعشر سنوات دأبت عائلة الرقبي في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية السعودية على إفطار الصائمين طيلة شهر رمضان. هذه المبادرة ابتدأ بها والدي رحمة الله عليه حمد الرقبي تقريبا من عشر سنوات، ونحن إن شاء الله مستمرون بهذه المبادرة، والحمد لله العائلة كلها من كبيرها إلى صغيرها مشارك في إعداد هذه المأدبة الجماعية، وكلهم خلية نحل داخل، لا أحكي لك كيف يعملون من الظهر إلى تقديم الوجبة. هذه المبادرة التي لقيت صدى واسعا يشاركها الجيران بإحضار بعض الأطباق من منازلهم في أجواء تسودها المحبة. الحمد لله من كبر حظوظكم وصلتم الخير بهالمساكين الجيعانين اللي جايين من الجوع والهم المجموع، أشبعتوهم ورويتوهم تربون من الجنة أنتم والديكم والد والديكم وجميع المسلمين. أنا مشارك، أنا والله ماني من هالديرة، أنا من أهل الرياض، أديرها لديها أصعابها شارثة. جبت اليوم شوربة ولبن وخرت الله. ثاني سنة أفطر هنا والجماعة ما بيقصروش معانا، الله يجزيهم الخير وفطرونا على طول، وكل سنة هم طيبين وأهل كرم وأهل خير، الناس كلها بتيجي تفطر هنا وبتطلع مبسوطة وأحلى فطار. أصناف متنوعة من الأطعمة الرمضانية يتم طهيها في مطبخ هذه العائلة التي تكاتفت على تجهيز الإفطار من الكبار والصغار. العائلة تجهز السمبوسة، كذلك الشوربة، الوجبة الرئيسية اللي هي الرز، الكبسة، هذه الوجبة الرئيسية السعودية، كذلك الإدامات والكريمة محلبية حسب المتوفر في هذا اليوم من الصنف الحلى، و العصائر والألبان. من مدينة عرعر، جزاع النماصي، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.